ما عم صدق هاد انت. لك شو اخبارك جار؟ ممتاز، انت كيفك؟ ها؟ انا منيح، مرحبا. انا ريهام، مرحبا. وانا عاصم، شرفت بمعرفتك. الي الشرف كمان. تفضلوا لجوا لنشربكم شي. منشرب كاستين شاي. انا ما بدي. ما بدي؟ ما بدها. ولا اقول لك بشرب شاي. تكرمي، شربك. تفضلي لجوا. شو الاخبار؟ انا منيح، كيفك انت؟ تفضل. شو امتى اجيت؟ ثلاثة شاي. صار لي كم يوم هون. ليش ما اتصلت فيني؟ لك والله نحن رفقات. خلاص هي اجيت حاجتنا. بالله شو هالجواب هاد؟ هذا الرجال عطول هيك، عن جد الله يساعدك عليه. شكرا، انصفتني والله. نحن كنا رفقات بالمدرسة، ما حكى عليك عني ولا مرة؟ أنا ومجد وجان كنا على طول نضل مع بعضنا. رح أقول لك سر صغير، جان كان أكتر شخص مجنون بالمدرسة وما حدا كان يقدر عليه. كان مشاغب كتير. بالأول قلت ما بدي أشرب، بس الشاي ما بيتقاوم. صحتين وهنا. تفضل. صح جان كان طايش. تسلموا. بس لولا هالرجال ما كنت صرت مثل مشايفتيني اليوم. عملني زلمة بالصرماية. عاصم. طيب خلاص رح نسكر على السيرة. إيه شو الأخبار؟ في مشروع زواج ولا لا؟ أنا ما عم فكر بالموضوع، يعني ما بحب خطط أبداً للمستقبل، ما بنعرف شو بيصير. أنا بعتذر، بس يعني شفت الخاتم بإيدك وأنت صار لي زمان مو شايفك وجاي ومعك صبية. ريهام موظفة عنا بالشركة عاصم، ونحن جايين لعندك مشان الطباعة. أنتوا جايين مشان شغل؟ أها. مو جايين لتزوروني. خلي الزيارات لبعدين. بس الطابعة في عليها شغل، البوسترات مستعجلة، وأصلاً بعد ساعة منسكر ومنروح. لازم هذا الشغل يخلص، ما فيك تسكر عاصم، حنضل الصبح عندك. طيب جان، تمام، غيبولكن شي ساعة ورجعوا منكون خلصنا شغلنا ومنشوف شو منعمل. طيب ماشي. ريهام، تعرفي جان هو الرجال الوحيد اللي غرت منه وحسدته. نحنا زبطنا شغله وعايشي، بس هو لف كل الدنيا. أيه ما خلى مكان ما راحوا. آسيا، أمريكا، إفريقيا. إيه الأخ بيضل مسافر على طول، مثل الطير. طير الباتروس. صار لك شي؟ تعي نمشي بيكون أحسن. إيه يلا قومي معي. إيه إذا ممكن. قومي خلينا نطلع يلا. أنت منيحة؟ إيه. طيب يلا بشوفكن لك. باي. من إمتى وأنت بتسوقه للموتور؟ من لما كنت صغير. جوعانة شي؟ من أول انطقة رح موت من جوعي. وشو اللي بيضحك باللي قلته؟ كل البنات اللي عرفتهم ما بيحبوا الأكل ولا الشاي كمان. ولا الشاي كمان؟ شو هالبنات اللي كنت تعرفهم؟ امشي لقلك. كتير حلو البحر. ايه حلو كتير. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.
شوفي الكهرباء مقطوعة؟ اي والله انقطعت وما بنعرف شو سبب القطع. لك شو هالحظ الزفت؟ هيك محل لحق شو نعمل؟ طيب اتصلتوا وسألتوا شو الموضوع؟ والله يا عاصم عم يقولوا المحولات فيه مشكلة، بدهم كم ساعة ليرجعوا يشتغلوا. شو حتعمل؟ حتدور على مكان تاني؟ وين رح روح بهالوقت الكل مسكر؟ أنا والله مو طالع بإيدي أعمل شيء أبداً. بعتذر منك. طابعة النقش تبع أبوك موجودة؟ إيه موجودة بس ما حدا عم يستعملها، يمكن تكون عطلت. ما بيهمها بزبطها. هي الطابعة كتير قديمة، شو نسيان؟ لك هي أقوى مني ومنك، وينها؟ خلصني وينها؟ ليك جوا تعا. شو بكفي هيك الشمع؟ بدك كمان؟ لا لا هيك تمام، الضوء هون صار منيح، بكفي هيك. اه ايه ترى تتتم. شو عجبتك؟ اي والله. شو عجبك فيها؟ إنها قديمة. عندك الواح نحاس؟ ايه عندي طبعا. ليك فهمني شو خطر لك هلأ؟ جرب بس ما رح تشتغل، امسك. بلا حتشتغل بس اعطيني حبر من عندك، وقطعة قماش نظيفة. ماشي. شو هالطلعة كتير حلوة انت، مو معقول. انا رايح اعملكم كاسة شاي اكرك عجم. عن جد يسلم ايديك. وايديكي. بدي اطلب منك طلب اذا بتريد. عهالرفي بطاقات الدعوة تبع حفلة التأسيس، معلش اخذ وحدة الي؟ وين؟ كيف انتبهتي عليه هون؟ اخدي. شكلك مو قادرانة تنسي هديك الليلة. آه. شكراً كتير لإلك. أنت دائماً هيك؟ كيف؟ مثل ما أنت. يعني؟ لسه بدك تعرفي طائر ألباتروس مين بيكون؟ مين بيكون؟ عفواً. ليش تضايقتي هيك؟ خطيبي بعت رسالة لأنه انشغل باله علي، بس ما في مشكلة. آه. إذا بدك تروحي على البيت بطلب لك تاكسي. يعني لسه عنا شغل، فيني أبقى؟ لا ما في داعي. جنبك أنا حكيت أي شي غلط أو سويت شي زعجك؟ ماني عم أفهم. ريهام قلت روحي على البيت خلص، يعني تأخر الوقت وأنا مو بحاجة إلك، شو اللي ما فهمتي؟ ماشي خلص مثل ما بدك. حشوف عاصم، تصبح على خير.
وانت بخير؟ إي أمي الوقت متأخر، ليش الكوي؟ وهلأ ماش ما بينكوى. يمكن بينت التجاعيد. أنا قصدي الجلايل يمكن جهلكت، لهيك فكرت إنه أكويها. أمي إي رجعتي تحكي كأنه زعلانة مني، بعرف، لأنه خبصت بالحكي. في عواصف تانية غيرك عم تهب جواتي اليوم، بس بوعدك إني أرجع أعصب عليكي بعدين. ايه لا تشيلي هم. ريهام انا مخطيره شي؟ يعني قصدي في شي تجاعيد بهالمكان وصار في ترهل بوشي ودقني نزلت؟ وبيقولوا عني مجنونه. اي تعوا شوفوا امي. مين اللي قال هيك؟ يشوف حاله احسن. لا لا ما تعصبي، خليكي رايقه. رفيقي بالشغل كان عم يمزح. تصبحي على خير. وانت بخير. الله لا يحط حدا بهالموقف. كنت حلوه من زمان. ما أقول شو هالإحساس؟ خبروني من الشركة، فهميني لوين طلعتي مع جان بيك امبارح وانتي موظفة خدمة؟ لك شو هالصباح هاد؟ شو هالحركات تبعك البلا طعمة؟ شو مديرتي وما بعرف؟ تفضلي قولي لشوف. ريهام يلا جاوبيني بسرعة، لحقتي تصيري ايده اليمين بيومين؟ بجوز صرت ايده اليمين وبجوز ما صرت. شو الموضوع؟ غيرانة شي؟ أكيد في شي عم تخططي له ريهام. لك مخك هاد أنا كتير بعرفه، حافظتك من الصبح عم تحكي عن المخاخ. لك نباتية، كلي شوية لحمة مشان مخك يشتغل. أنا مليت منك عن جد مليت. يعني أنا اللي مبسوطة بشوفتك؟ بتملي اللي ما بمل. يا ربي من الصبح واقفة فوق راسي مثل عزرائيل، شو هالمجنونة؟ بالحياط. جيهان شو عم تساوي؟ سكتي، خليني مركزة، مو وقتك هلا. بلا غلاظة، مو شايفتيني صرت يوغانية؟ يوغانية؟ جنسية جديدة كأنه؟ حلوة هي، ما لازم أضحك، خلص بقى. أنا هلا عم أعمل وضعية الكرسي وأنت هيك عم تخربطيني. طلعي إيديكي باتجاه الكون بترفعيون هيك. طالعة مثل الكرسي والله. شو أخبارك؟ صار معك شي جديد؟ ولا شي، رجعنا أنا وأختي تخانقنا، ما عم أقدر أتحملها. يا ارتاحي انسي، والكون بيساعدك. عن جد في شي ما عم أفهمه، يعني كيف من نفس الأم والأب أنا وياها؟ هي المثالية، ما في شي إلا بتعرفه، ما بتغلط بنوب. أما أنا معقدة من صغري، ما حكيت ولا حرف لوقت اللي طبقتهم للأربع سنين. شو هالمصيبة؟ المصايب هي اللي شكلت لنا شخصيتنا، لهيك بدك تتقبليها وبترتاحي. أحياناً بتخيل قصة،
ماما وبابا ينادوا لي ليحاكوني، يقولوا لي ريهام بدنا نعترف لك. وقول لحالي شو القصة؟ يعترفوا لي إنه هي مو أختي، يقولوا لي تبنيناها هي وصغيرة. قديش وحلو هالخبر. ريهام ليكي بدي منك خدمة، تعالي تفشيني من ورا بهي الوضعية، لازم أصابع إيدي يدقوا برجلي ولحالي ما بقدر. عم أهلك علي. تمام ممتاز. صحيح اللي معك بالشركة ما حكيتي لي عنهم ابدا، احكي لي عنهم يلا، بس فرجيني صورهم مشان الخيال يزيدوا نحن عم نحكي. ايه تمام تفرجي يلا. هاد جيجي طيب وما في منه، غريب شوي بس اكثر واحد اتفقت معه. وهي لوريس فظيعة هالبنت جيهان، بتحسيها العرافة تبع الشركة، لك اي شيء بيصير هنيك مع اي حدا بتطلع بتعرفه. مبينة. وهي دارين بنت حلوة ما بها شي، وكأنها بتلعب بيلاتس مو هيك؟ لو بتلعب يوغا كانت رايقة أكتر من هيك. مزبوط حكيك. هاد أمير بيك. اطلعي عليك كأنه بتحسي شايف حاله مو مصدق. ليكي هاد جنبك. شو ها؟ شايفة؟ صورة فوتوشوب ولا حقيقية؟ هالصورة إذا بشوفها براد بيت رح يخجل من حاله، ما بقى يطلع ما شاء الله. حلاوة كتير ما؟ إيه كتير. في سؤال دائماً بيخطر لي، ليش الرجال الحلوين على طول سيئين؟ ليش الكل لابس وهو شالح؟ ملاحظة؟ أنتي لاحظتي هالشي لأنه كتير عاجبك وطاير عقلك بعضلاته. خلصنا بقى. بس دقيقة، لك دقيقة، ليكو عنده دقن، بلكي هو طهر الباتروس اللي باسك. مستحيل جيهان مستحيل. بعدين هداك كان لابس صباط أسود رسمي لما باسني بالحفلة، جان بيك كان لابس بهداك اليوم بنطلون جينز وبوت بيج فاتح، مستحيل يعني. بيشوز. أوف لازم روح على الشغل بخاطرك. البنطلون الجينز أصلاً كتير ظريف يعني، حتى لو لابس بجامعة عادي، شو ما لبس بيلبق له عن جد. هالشب كتير حلو. جيهان قلتلك مانو منيح أبداً، مانو منيح. هاد الشب الحلو عم يعمل مشاكل بالشركة من ورا أخوه. الكون دايماً هيك، الحياة فيها الخير وفيها الشر، وبالنهاية هالشي كله لمصلحتنا، يعني فيك تقولي جيهان بداخلنا. جيهان صرتي كونية ومسالمة وهالشي مو لابق لك بنوم. نماستي ريها. نماستي جيهان. كان منيح الاجتماع إن شاء الله؟ إيه كان غير شكل. بس جان بيك قال بوشه إيه هو هيك عادته دائماً. جي جي وإنتي لعندي. كنت عم شوف ديزاينات منيو المطعم، ولا واحد فيهم بينفعنا، كل هالديزاينات مو مثل يلي جان بيك بده اياها، هدول كلهم على الكب. وشو رح تعملي حضرتك؟ ما بعرف جيجي، ما قدرت روح العب بيلاتس من ضغط الشغل، متخيل الموضوع؟ صح الحق معك، والله شي بيعصب وبينرفز، الرياضة مهمة كتير. جيجي هلا بتروح على قسم المصممين فورا، بتشوف لي كل هالافكار السخيفة اللي عم يشتغلوا عليها وبتقول لهم اني ما بدي اياهم ولازم يغيروهم، وخذ هي الثانية معك. ريهام لا مو معه، روحي انتي على الارشيف. انا عندي اسم ريهام. اجمعوا لي الديزاينات القديمه والجديده وجيبوها لعندي، وبعد نص ساعه انت وهي الثانيه بدي اياكم عندي بالمكتب. قلت لك اسمي ريهام مو مفهوم؟ يا علينا، صرت فايته لعندك لهون ألف مره ولسه بتقولي لي الثانيه، لك الكل صاروا ينادوني هيك من وراكي. دقيقه وقفوا، انت كيف بتحكي بهالاسلوب معي انا؟ لك انتي مليت، مالي خلق اشغل بالي فيكي هلا، يلا اطلعي يلا، قلت لك اطلعي. انا طلعت اصلا. حاجتك وقاحه، امشي يلا. تعالي بلا مشاكل. والله مليت منها. خلصنا بقى يعني من غير شيء، انا تعبانه. شو عم تساوي؟ لك ريهام شو قصتك؟ طولي بالك شوي. ها انتي الثانيه، وصلي هالجداول على المحاسبه. ان شاء الله بايدي بوصلك على اخرتك. ليش عصبت؟ لك لا تقلا انت الثانية، اسمها ريهام، هيك لازم تنادي لها. اوكي. ريهام
أنا رح ورجيكم كلكم. رجاءً كلكم اطلعوا علي. ريهام ماني الثانية، ريهام ما تنادوني الثانية، فيكم تقروا كلكم مو؟ ريهام، أنا ريهام، اسمي ريهام. خلص إن شاء الله حفظتوه، اسمي مو صعب أبداً. ريهام، قروا، اسمي مو معضلة، ما تقولوا الثانية. أنت بالذات لازم تهجي الاسم معي، ريهام. ريهام، لك شو هاد؟ شو عم تعملي هون؟ ما عم أعمل شيء، ليش معصب؟ شو هي؟ أحسن طريقة ليفهم. امشي خليني أخذك تغسلي وشك، تعالي معي تعالي. لوريس شفتي أمير؟ طلع من شوية. ما عم أفهم ليش بينادولي الثانية على طول. أنت منيحة؟ ايه منيحة، آسفة لأنه كل مرة ما بنتبه وبخبط فيك. شو هاي؟ شغلة ما أنا مهمة. اها ايه ورجيني. ما في داعي، قلت لك مو مهمة الشغلة. لو سمحتي ورجيني. بيكون أحسن إذا ما بتشوفها. لا أنا مصر. خلص اعتبر حالك إنه ما شفت شي. جيجي بدي إياك بشغلة. تفضل. ضحك علينا مثل العادة. لست الثانية ريهام. تعالي معي. هون الكل بيشوفوها ورح يصيروا ينادولك باسمك وبس، وعد مني. شكرا كثير. Thank you.